بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا اخر حاجة كنا اخدناها لو تفتكروا معايا كانت الستاك، تمام؟ النهاردة ان شاء الله بعد ما خلصنا اخر مرة الستاك، فاحنا هنتكلم المرة دي عن الكيو. طيب الستاك، لو حد فيكم كده مركز معايا ويقول فكرته، كانت الستاك ايه؟ ان انا لاست انبوت، تمام، فيرست اوتبوت، اللي هو اختصارا ليفو، لاست انبوت فيرست اوتبوت. طيب الكيو بقى، لا الكيو بيختلف في طريقه شغله. طبعا انا بحب دايما اربط لك بال اي حاجه بنشرحها بالواقع بتاعها عشان تبقى مستوعبها ايه فائدتها. قلنا لو تفتكروا، ويا ريت برضو حد ياكد معايا كده ان الصوت تمام والدنيا واضحه، ان احنا اخدنا او قلنا المره اللي فاتت ان امتى ممكن نستخدم الاستاك. طبعا الاستاك ليه استخدامات كتير، من ضمنها مثلا لما احنا قلنا عمليه الريكيرسيف كولينج اللي موجود داخل الكودينج، يعني لما تكون شغال في برنامج وكل شويه تستدعي فانكشنز والفانكشنز تستدعي فانكشنز وكلام من ده، دي احد الاستخدامات بتاعته. ان انت لما بتكون بتستدعي فانكشن وفانكشن وفانكشن، اخر فانكشن انت خرجت منها بتكون اول فانكشن انت هترجع ليها مره تانية، وهكذا لحد ما تخلص. يعني كنا بنخزن، لو تفتكروا المره اللي فاتت كنا بنخزن عناوين الفانكشنز او الاماكن اللي احنا واقفين فيها قبل ما نروح للكول ده، عشان لما نرجع نكمل من عنده، تمام؟ طيب الكيو بقى يختلف عن الاستاك في ايه؟ طبعا الكيو ده احنا طبعا في مصر ها حياتنا كلها كيو. الكيو هو الطابور، تمام؟ يعني لو اخدنا بالنا هنلاقي مثلا ان الطابور ده بيبقى فيه جزئيتين، جزء الفرونت اللي هي مقدمة الكيو، وجزء الباك، تمام، او ساعات بيسموه حاجة اسمها الرير، تمام. يبقى في عندي فرونت في عندي رير. طيب الفرونت ده ايه اللي بيحصل فيه والرير ايه اللي بيحصل فيه؟ يا شباب لو احنا عندنا طابور، في حاجتين بيتموا برضو في الطابور زي في الاستاك بالظبط. لو حد فاكر معايا وريت برضو ناس تتكلم، الاستاك كنا بنعمل فيه عمليتين، ايه هما؟ ايه العمليتين اللي كانوا في الاستاك الاساسيين؟ يعني سامعني كويس ولا ايه؟ البوش والبوب. جميل، البوش والبوب. طيب البوش هو عملية إضافة عنصر جديد فين؟ في أول مكان فاضي في الاستاك. طب والبوب هي عملية إخراج العنصر اللي موجود في التوب أوف ستاك. طبعا قلنا التوب ده عبارة عن متغير بيشير على آخر مكان مليان جوه الاستاك. طيب بالمثل الكيو، مع اختلاف الميكانيزم طبعا، ان انت اي حد جاي جديد، اي عنصر جاي جديد هينضاف من جهة الرير، صح ولا يا شباب؟ واي عنصر هيخرج من الكيو هيخرج من ناحية الفرونت. بس هو ده الفرق ما بين الستاك والكيو كفكرة اساسية. ان طبعا الفيرست ان هنا بقى، الفيرست ان هو الفيرست اوت فيفو وليس ليفو زي الستاك. يبقى الكيو بيبدأ بيتبع مبدأ الفيفو، اللي هو يعني ايه الفيفو؟ يعني فيرست ان فيرست اوت، يعني انت وقفت في الطابور الاول هتخرج برضو الاول، تمام يا شباب؟ طبعا هو بيقول لي ايه امثله طبعا على الكيو، ان احنا اي مثلا طابور من البيئه، من البشر او من المركبات اللي هي الفيكلز، في عمليه انتظار to be served، يعني عشان نتلقى الخدمة. سيرفد يعني نتلقى الخدمة. انت مثلا رايح بنك، ففي شباك معين، انت خدمة عملاء او ايا كان، ففي طابور انت مستني الخدمة تتلقاها وانت داخل الكيو. مثلا في طابور سيارات واقف قدام بنزينة او حاجة، فبرضه ده طابور مستني الخدمة توصل له، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده، دي أمثلة حياتية، طوابير، الحاجات اللي هي ممكن تبقى ورا بعضها زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ طيب في الكمبيوتر ساينس طبعا زي ما اتفقنا هو
الكيو عبارة عن linear structure which follow a particular order in which the elements are inserted. طبعا هو في structure معين انت بتتبعه عن طريق الانسرشن بتاع الاليمنتس، العناصر بتخش فيه يعني. قال لك الاليمنتس ار اوردرد تو بي انسرتد فروم وان اند اللي هي الرير زي ما قلت لكم كده. يبقى في منطقه او جزئيه في الكيو اسمها الرير، ماشي، وي اند ريموفد فروم ذا اذر اند اللي هي الفرونت. يبقى زي ما اتفقنا، ويا ريت حد ياكد معايا كده، ان احنا عندنا جهتين من الكيو، جهه اسمها فرونت دي المقدمه، وفي الجهه المقابله في حاجه اسمها رير. من جهة الفرونت بيتم خروج العناصر، يعني الطابور أول حد بيخرج من الطابور هو أول حد، هو اللي في مقدمة الفرونت. طيب بالنسبة للرير، هو ده المكان اللي بيتم إدخال العناصر الجديدة للكيو من خلال، زي ما قلنا طبعا، اللي هو بيتبع مبدأ فيرست إن فيرست أوت اللي هو الفيفو زي ما قلنا. وطبعا قلنا الاختلافات ما بين الفرونت و اسف ما بين الستاك والكيو، وزي ما انتم شايفين كده انا عندي دلوقتي عندي جهتين زي ما احنا اتفقنا، ادي جهه الفرونت دي جهه الخروج، وجهه الرير دي جهه الدخول، تمام؟ يعني لو في عنصر جاي يدخل هيدخل من جهه الرير، طب لو عنصر موجود وعايز يخرج فهيخرج من جهه الفرونت. طبعا برضو بيديك كده ايه زي ديمو، يعني انيميشن كده يوريك ازاي الكيو شغال. زي ما انتم شايفين كده الدخول اهوت، ادي العنصر اللي هو الاحمر ده هو عباره عن عنصر بيدخل من جهه الرير طبعا، تمام. طيب وبعدين طبعا بيقول لك، ركز بقى في الحته ديت وفي المسميات يا شباب، ركزوا في المسميات. عمليه اضافه عنصر من جهه الرير دي عمليه بيسموها انسرشن او ان كيو، والان كيو ده اكثر استخداما على فكره. يبقى خلي بالك اول عمليه هي عمليه، يا ريت حد يرد عليا كده واكيد لي الصوت تمام والدنيا ستيبل معاكم، يا ريت يعني بعد اذنكم. الصوت واضح؟ ايوه الصوت واضح كويس. طيب يبقى عمليه اضافه عنصر جديد هي عمليه الان كيو، تمام. طيب زي ما انتم شايفين كده اهو بيتم اضافه عناصر اخرى، كل الاضافات بتتم زي ما انتم شايفين من جهه ايه؟ من جهه الرير، تمام؟ وليكن وصلنا ان الكيو بقى تقريبا مليان، تمام؟ طيب كيفيه اخراج هذه العناصر او العمليه اللي هي عمليه خروج العناصر بتتم ازاي؟ قال لك removing an element happens at the front end of the queue، يعني عمليه خروج او حذف عناصر من الكيو بتكون من جهه الفرونت. وركز بقى في المسميات، زي ما قلنا عمليه الحذف او اخراج عنصر من الكيو بتسمى ديليشن او دي كيو، طبعا اسم مسمى الدي كيو هو الاكثر استخدام. اهو زي ما احنا شايفين ادي العنصر الاول اللي هو كان باللون الاحمر خرج من جهه الفرونت، ثم بعد ذلك العنصر الاصفر الازرق الاخضر وهكذا بقى بقية العناصر تباعا بتبدأ ايه تخرج من الكيو. في اي حد عنده استفسار او اي حاجة حتى الآن يا ريت تسأل. طيب في برضو بعض الايشوز او البروبلمز او المشاكل او اتفضل. هو الفرونت والرير يعادلوا، لو يعني حوالينا بيقولوا عليهم ممكن يعادلوا التوب في الستاك مثلا. تاني انت بتقول الفرونت والرير بيعتبروا التوب اوف ستاك؟ لا هل انا سمعت بيعادلوا اللي بيعادل يعني هو نفس فكرة التوب في الستاك إلى حد ما يعني قريب منه. انا عايز اقول لك، ان صوتك بيقطع جامد جدا. مش عارف هي المشكلة من عندي ولا من عندك. طب كده أوضح؟ اه تمام. ها قول بقى تاني كده. بقول كنت بقول إن هو
الرير والفرونت يعادلوا التوب في الستاك. يعني ممكن نقول مش يعادلوا يعني، بيناظروا، عشان كلمة يعادلوا معناها ان الاتنين زي بعض، ولكن طبعا الميكانيزم في الشغل مختلف. انا عايز بس أكد معاكم ان كده مش عارف في ايه. ايوه طبعا الشير مش ظاهر عندكم دلوقتي. طب ثانية واحدة كده. كده تمام؟ طيب يعني ممكن زي ما قلت لك كده يا باشمهندس، يعني يناظروا، يعني ده اللي ده المحرك بتاعه التوب اوف ستاك، ودول المحركين بتوعه الفرونت والريل. تمام كده؟ تمام. طيب في بعض الاعتبارات زي ما اتفقنا كده، زي ما كان في الستاك اعتبارات لازم ناخد بالنا منها، برضو في الكيو في اعتبارات لازم ناخد بالنا منها. لو تفتكروا في الستاك، ما ينفعش مثلا احذف عنصر من الاستاك والاستاك فاضي، في نفس الوقت ما ينفعش اضيف عنصر في الاستاك وهو مليان على الاخر. نفس الاعتبارات تقريبا موجوده في الكيو. قول لي what happens if we try to dequeue an item of the queue when it is empty. طبعا الديكيو زي ما اتفقنا هي عمليه ايه؟ عمليه الريموف، ان انا بخرج عنصر من الكيو اسمها دي كيو. دي كيو يبقى اخراج عنصر من الكيو. هل ينفع اعمل دي كيو من يعني اطلع عنصر واساسا الكيو فاضي، يعني الكيو كله فاضي، هل ينفع اعمل حذف العنصر؟ طبعا ما ينفعش. فده بيسموه this is called كيو اندر فلو. يبقى ايه هي الكيو اندر فلو؟ هي محاوله عمل دي كيو من كيو امتي. تاني، ما هي يعني ايه المصطلح اللي بيسموه كيو او اندر فلو؟ يعني بيقول لك لما تكون عايز تحذف عنصر من كيو فاضي، اللي هي واضحه دي، طبعا عمليه الحذف اسمها دي كيو. تمام؟ طيب ايه تاني؟ قال لك وات هابنز اف وي تراي تو ان كيو. بقى ان كيو يعني بضيف عنصر جديد، بدخل عنصر جديد. ان ايتم تو ذا كيو وين ات از فول. يعني انت عايز تضيف عنصر للكيو وهو مليان. قال لك this is called a queue overflow. يبقى عندي queue underflow و queue overflow. تمام؟ طبعا المشكلتين دولت هيخلونا نضطر ان احنا شغالين على الكيو، ان احنا برضو لازم نختبر حاجة مهمة جدا، وهي هل الكيو فاضي قبل عملية الدي كيو، وهل الكيو مليان قبل عملية الان كيو. نفس الكلام يا شباب اللي قلناه في الستاك بالظبط اهو، حتى بيقول لي just like stacks، يعني زي الستاك بالظبط. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال. اللي ما عندوش سؤال ممكن يقول تمام، عشان ابقى احس ان احنا مع الناس. تمام يعني. تمام. طيب برضو زي ما قلنا مع بعض المرة اللي فاتت، ان في طرق لعملية الامبلمنتيشن بتاعة الكيو. تمام؟ طبعا قلنا برضو في آسف احنا قلنا في الستاك طبعا، وزي ما قلنا في الستاك بنقول في الكيو ان في طريقتين للشغل في الكيو او للامبلمنتيشن. بلاش نقول الشغل، بنقول الامبلمنتيشن، يعني عشان اكون كيو او اعمله. تمام؟ في عندي طريقتين، طريقه الاستاتيك، ودي طبعا بيستخدم الاري، اللي هي نفس الكلام اللي قلناه يا شباب واحنا بنتكلم عن الاستاك، ودي الطريقه الوحيده اللي اخذناها حتى الان في الكيو. تمام؟ طبعا
خواص الطريقه دي ان هي بسيطه والكلام ده كله، ولكن هي طبعا عندها مشاكل ان الحجم بتاع الاري بيكون ثابت. في المقابل بتلاقي عندك حاجه اسمها دايناميك كيو، وده طبعا اكيد زي برضو ما قلنا في الدايناميك ستاك بيكون باستخدام اللينكد ليست. وهنشوف ازاي طبعا نعمل الكلام ده باذن الله بعد طبعا ما تعلمنا كل الطرق او كل الفانكشنز وفي التعامل مع لينكد ليست بقى، سواء اضافه عناصر من الفرونت من الايند من في بوزيشن معين، عمليه الاضافه والحذف، ده كله ممكن نوظفهم بطريقه ما ان هم يخدمونا ان احنا نعمل الستاك والكيو كمان ان شاء الله. يعني بيقول لي برضو الكلام ده زي الستاك بالظبط. احنا طبعا النهارده او مش النهارده في الجزء الاولاني ده هنبدا نتكلم عن هاو تو امبلمنت الكيو باي يوزنج اريز. زي ما عملنا الستاك بالاري هنعمل برضو الكيو بالاري، مميزاته وعيوبه. مميزاته طبعا سهل في التعامل، ولكن عيوبه ان هو طبعا الحجم بتاعه فيكس. طيب البيزك امبلمنتيشنز بقى ايه الحاجات اللي احنا هنعملها يعني الاساسيه؟ قال لي initially create an empty array. يبقى عشان تشتغل كيو او ستاك لو تفتكروا كنا برضو بنكريت array فاضية، وطبعا في بعض الحاجات اللي بتتعمل او الفانكشنز اللي بتشتغل على الكيو زي الNQ والDQ ومعاهم two functions مساعدين اللي هم الفول او is full والis empty عشان نختبر هل الستاك فاضي قبل عملية اخراج العناصر منه وهل هو مليان قبل عملية اضافة العناصر فيه. أرجو لو حد عنده سؤال في أي وقت يسألني. طبعا بيقول لي close the two stacks، يعني خلي بالك الكلام اللي احنا قلناه ده كله برضو قريب جدا من الامبلمنتيشن بتاع الستاك مع اختلاف بعض الميكانيزمز. طبعا الان كيو والدي كيو عشان تختبرهم او عشان تنفذ العمليات دي على الكيو مختلفه شويه عن الستاك. كمان عمليه الاس فول والاس امتي برضو فيها شويه اختلافات عن الستاك. هيبدا بقى يقول لك ازاي تبدا اول خطوه وهي عمليه الكرييشن بتاعه الاري. عشان تعمل ستاك اسف عشان تعمل كيو لازم اري بحجم معين. هنا مثلا هو عملها كاركتر داتا وحجمها 100. طيب سؤال، واحنا المفروض لما نشتغل في الكيو نشتغل سترينج اسف كاركتر ولا انتجرز؟ عادي جدا اي حاجه منهم تنفع على حسب التطبيق اللي انت هتستخدم فيه الكيو او الستاك. وان شاء الله ممكن نبقى نتكلم بعدين عن التطبيقات الموجوده بتاعت الستاك والكيو، فممكن تكون بتحتاج ان انت تضيف عناصر من نوع انتجرز، وفي احتمال انت ممكن برضو تحب تضيف عناصر من نوع كاركتر. طيب ايه كمان بعد ما بتعمل او بتكريت الاري؟ بتبدا طبعا initial front and rear to be both equal to zero. طبعا لو تفتكروا في الستاك كان معايا متغير اسمه top، دلوقتي هيبقى معايا متغيرين، متغير اسمه رير ومتغير اسمه فرونت. هو طبعا بيقول لي ان انت بتعمل لهم انيشاليزيشن بالزيرو. عمليه الانيشاليزيشن ديت ممكن نتكلم فيها ونختلف فيها شويه ونقول ان في كذا احتمال. يعني خلينا نشوف الكلام ده ان شاء الله. يعني ممكن تقول لي ان انا هبدا بالسالب زي ما اخذنا في الستاك، ممكن تقول لي ان هبدا بالصفر زي ما هنقول دلوقتي، وممكن في الستاك برضو قلنا سالب واحد وممكن نخليها صفر. طيب لو حد يجاوبني على السؤال ده يبقى ممتاز جدا. لو رجعنا في الستاك وحبينا نخلي ان القيمه الابتدائيه بتاعه التوب بزيرو، هل في اختلافات هتتم على الستاك؟ ما هو كده هيبقى دايركت بيشاور على اول عنصر فيه. جميل ممتاز جدا، وبالتالي وجيت اضيف بعد كده هتتغير، يعني مش هينفع اضيف نفس الشكل اللي انا اضيف بيه، او ممتاز. ممكن مش عارف تنفع ولا لا ساعتها. لا ما هو هيبقى في تغيير، تعرف ايه التغيير؟ تغيير بسيط جدا. بص هقول لك حاجه، معنى ان انا بتكلم دلوقتي على الستاك يا شباب يا ريت ما تتلخبطوش. في الستاك المحاضره اللي فاتت
كنا بادئين الطب بسالب واحد، وبناء عليه لما كنا بنيجي نعمل بوش يعني اضافه، كنا بنعمل ايه الاول؟ هل كنا بنضيف القيمه في المكان اللي الطب بيشاور عليه الاول، ولا كنا بنزود الطب الاول وبعد كده نضيف؟ كنا بنقص يعني بنزوده وبعد كده بنضيف. جميل. طيب لو انت بادئ بصفر بقى يبقى هتعمل ايه؟ هتضيف الاول كده. بالظبط، الله ينور. يبقى هيخلي عمليه الاضافه الاول وبعد كده عمليه زياده قيمه الطب. فخلي بالكم عشان ممكن برضو يقابلكم حاجه كده على النت او كلام من ده للاستاك بادئ الطب من زيرو مش من سالب واحد زي ما اشتغلنا، فاللي فاهم هيريح. وبرضو انا ممكن اجي في الامتحان مثلا يعني واقول لك لو انت عايز تصمم الاستاك بس هنبدا التوب اوف ستاك من زيرو بدل سالب واحد، تقدر تعمل ده ازاي؟ فاهمني انا اقصد ايه؟ شباب شباب فاهميني ولا لا؟ ممكن توضح أكتر يا دكتور؟ تاني، وانا قلت من شويه ان احنا المفروض كنا بنشتغل على الاستاك والانيشال فاليو بتاعت التوب بسالب واحد، فانت عندك سالب واحد دي اساسا كبدايه مش موجوده فيزيكالي، ولكن هو حاططها كده قيمه بحيث ان هو لما يجي يحط اول قيمه في الاستاك تكون في المكان زيرو، فلما يزود السالب واحد تيجي عند الزيرو، وبعد ما يزود يبدا يضيف عند الزيرو. انا بقول لك بقى ماذا لو الاستاك كده اول ما بداته كنت حاطط التوب عند الزيرو، وبالتالي هو واقف عند اول مكان متاح. اذا اللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا بدل ما كنت بزود التوب الاول وبعد كده اضيف، لا كده انا هضيف العنصر الاول وبعد كده ازود. وكمان في اختلاف ان انت ده معناه ان التوب اوف ستاك، ركز بقى في المعلومه اللي هي دي، مش بيشاور على اخر مكان مليان، لا ده بيشاور على اول مكان فاضي. في الحاله دي خلي بالك كل الافتراضات والكلام اللي انا بقوله ده بقوله على اساس ماذا لو بدانا التوب بصفر بدل سالب واحد في الاستاك. وضحت كده؟ تمام يا دكتور. اي سؤال اخر؟ دي كلها مجرد بس ان انا ايه بحاول ااكد لك على فهم اللي فات، مش عايزك تكون حافظ او كلام من ده، عايزك تبقى فاهم السيناريوهات المختلفه. انا مثلا بزود الاول ليه؟ عشان انا المفروض المؤشر بتبقى قيمته عند المكان اخر مكان مليان، تمام. طيب لو انا بدات بالصفر، ها يبقى عشان اظبط الاداء ويبقى كل البوش زي بعضه سواء اول بوش او اخر بوش او البوش اللي في النص، يبقى المفروض هبدا اخلي عمليه الاضافه قبل عمليه الانكريمنت. طيب خلينا بقى، طبعا هو بقول لك ايه، if we initialize the front to او front with 0 and rear with 1، تمام. خلينا نشوف برضو هو يقصد ايه. تمام، one memory location will be wasted. بقول لك لو احنا بدأنا الفرونت والرير، الفرونت عند 0 والرير عند 1، فكده في مكان مش هستفيد منه. طبعا هو بيقول لك في زرار سيفر، هفهمكم من النقطه دي معناها ايه دلوقتي. قال لك زرار سيفرال ديفرنت الجوريزمز تو امبلمنت الان كيو والدي كيو، يعني بيقول لك في كذا طريقه، يعني زي ما انا قلت لكم كده ابدا بالصفر، ابدا بالسالب واحد، اعمل مش عارف ايه، يعني في كذا سيناريو مختلفين، ولكن طبعا اللي فاهم الكونسبت واحد. طيب هو طبعا بيقول لك الامبلمنتيشن بتاع الكيو، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، طبعا سهل في التعامل، وعلى فكره برضو اللينكد ليست ان شاء الله سهله برضو، ولما نشوفها ان شاء الله مع بعض هتلاقي الموضوع مش ما فيهوش مشكله يعني. طيب نصلي على سيدنا رسول الله، ماشي. تاني حاجه بيقول لي الفرونت اوف كيو از ستورد ات داتا اوف زيرو،
يعني بيقول لي الفرونت بتبدأ تشاور على المكان رقم 0 في الاري. ايه كمان؟ قال لك الرير اوف كيو از داتا نمبر اوف اليمنت ماينس 1. دي معناها ايه يا شباب؟ معناها ان هو بيبقى عند المكان المكان اللي هو اخر مكان فيه داتا. خلاص هتوضح اكتر كمان شويه. طيب طبعا حته ناقص واحد دي عشان هو بادئ بالصفر يعني. ماشي الان كيو نركز كده والكود هيوضح اكتر والانيميشن كمان شويه يوضح اكتر واكتر ما تلاقوا. الان كيو نيو اليمنت ات لوكيشن داتا اوف نم اليمنت. عمليه الان كيو بتكون عن طريق اضافه، ركزوا يا شباب، احنا لما بنيجي نضيف عنصر، ركزوا معايا قوي الله يكرمكم، بنضيف من عند الفرونت ولا من عند الرير؟ حد كده صح يجاوبني. اضافه عنصر جديد جوه الكيو بتكون من جهه الفرونت ولا من جهه الرير؟ الرير يا دكتور. بالظبط، عشان كده بيقول لي ان انا باجي عند في نهايه لما صلى الله في نهايه الاري وببدا اضيف العنصر اللي انا هضيفه والرير بيحصل له انكريمنت. يعني بعد ما بضيف بخلي الرير يحصل له انكريمنت. هنشوف برضو الكلام ده بالتفصيل في الكود. قال لي when in queue the front index is always fixed. يعني بيقول لي اثناء عمليه الاضافه الفرونت ما بيتغيرش طبعا، لان الفرونت ده مسؤول عن عمليه ايه؟ خروج العناصر وليس دخولها. طيب امال مين اللي بيتاثر؟ قال لك اللي بيتاثر اكيد الرير. قال لي the rear index moves forward in the array. يعني بيحصل له ايه؟ بيحصل له عمليه الانكريمنت. برضو هنشوف دلوقتي بالتفصيل اكتر. when dequeuing the element at the front of the queue. العمليه العكسيه بقى، عمليه الدي كيو اخراج عنصر من الايه؟ من الكيو، اللي هي لما نخرج عنصر. موف اول ذا اليمنتس افتر ات باي وان بوزيشن. يعني كان عمليه اخراج العنصر من الفرونت بيزحزح كل الناس اللي وراه خطوه قدام. يعني واقفين في طابور والراجل اللي قدام خالص خلص وهيخرج او خرج بالفعل، فكل الناس اللي وراه هتبدا تتحرك خطوه. طيب ركزوا كده في الانيميشن ثانيه كده، ايه احذف بس الكلام المكتوب ده. طيب بصوا معايا كده هنا في الجزء ده، بصوا هنا. طبعا الفرونت انا مثلا ضفت شويه عناصر A و B و C و D و E. طبعا ضفت اول عنصر مين؟ حد صاحي كده، اول عنصر دخل للكيو ده اسمه ايه؟ مين؟ ايه. ايه تمام، واللي بعده طبعا بي وسي ودي واي. طبعا بما ان الايه اول عنصر دخل يبقى اكيد بما ان شغال كيو يبقى هو اول عنصر هيخرج. بصوا كده فعلا خدنا قيمه ايه. يبقى خلي بالك قبل ما بحرك الفرونت باخد قيمه العنصر. طب وبعدين شايفين ايه اللي حصل؟ كل العناصر اللي قبله لو رجعت خطوه كده اهو، كل العناصر اللي قبله ايه؟ اتزحزحت لقدام شويه. تمام، يعني البي اخذ مكانه والسي اخذ مكان البي والدي اخذ مكان السي وهكذا. طيب طيب لو احنا كويس تمام، ركزوا برضو في الانيميشن ده في الجزء اللي هنا كده. برضو انا دلوقتي عندي عناصر A و B و C و D موجودين، فاول عنصر بيشاور عليه الفرونت، اخر عنصر بيشاور عليه الريد. طب تعالى كده نضيف عنصر جديد اهو. ايه اللي حصل يا شباب؟ يا ترى الاضافه الاول ولا عمليه الابديت بتاعت الرير الاول؟ ها حد صاحي يجاوبني. الاضافه الاول. طيب لو انا يعني قلت مشيت ورا حضرتك كده، الاضافه الاول انا عايز اضيف عنصر اسمه ايه. تمام، المفروض اني اي جهه بيتم الاضافه من عندها؟ ناحيه الرير.
طيب جميل، يعني معنى ذلك ان انا هروح عند المكان اللي بيشاور عليه الرير واقول له معلش حط هنا الاي، يبقى كده هي اوفر رايت الدي، يبقى كده مش مظبوط. يبقى ايه اللي مظبوط؟ ان انا بخلي الرير الاول يطلع خطوه فوق قدام عن طريق الانكريمنت، وبعد كده اقول له ضيف بقى الاي في المكان اللي الرير بيشاور عليه. تمام، يبقى معلش المفروض احنا بنزود الاول الرير خطوه او بنعمله انكريمنت الاول عشان يشاور على مكان مليان فاضي، وبعد كده ببدا احط العنصر في المكان اللي بيشاور عليه الرير. خلي بالكم دايما عمليه اضافه او حذف العناصر جوه يعني الكيو او الستاك مرتبطه بالمؤشر اللي بيشاور على المكان، خلاص؟ فيعني مش هينفع يعني تتعامل مع المكان او القيمه الا من خلال المؤشر ده. تمام، طيب يبقى اذا عمليه الانكريمنت هي الاول اثناء عمليه الانكيو، اهو زود وبعد كده ضعف. طيب ركز بقى، طيب بعد ما ضفت العنصر ده عايز اخرج عنصر، اخرج ازاي؟ ها ركز معايا كده اهو. طيب لما باجي اخرج يعني بستخدم الدي كيو، عمليه اخراج عنصر يعني دي كيو، الفرونت بيحصل فيه ايه؟ ها انا خرجت مثلا كان فيه عنصر اهو الايه، يعني احنا كده واقفين عند اول اهوت العنصر اللي هو الايه اهو. طيب هاخد خطوه واحده اهو، ايه اللي حصل عشان اخد العنصر ده؟ ايه اللي حصل؟ يا ترى اخد القيمه الاول ولا ابديت الفرونت الاول؟ ها شباب، لو انا عايز اجت القيمه ايه بره، هل اخلي الفرونت يطلع فوق الاول وبعد كده اخد القيمه، ولا اخد القيمه وبعد كده اخلي الفرونت يطلع فوق؟ ايه يا جماعه، كل الناس مش فاهمه ولا مش سامعاني ولا ايه بالظبط؟ سامعيني؟ طيب اه دكتور. طيب ركزوا معايا واتكلموا معايا كده، حتى قولوا لو غلط مفيش مشكله نصحح لبعض. ها دلوقتي عشان احذف العنصر ايه اطلعه بره الكيو، اعمل له دي كيو، يا ترى اطلعه الاول ولا ابديت الفرونت الاول؟ شايف كده واضح؟ ابديت الفرونت الاول. غلط. هو انت لو ابديت الفرونت الاول هتقدر تحصل على العنصر؟ انت لو الاري ديت اسمها داتا، عشان تطلع العنصر اللي في الفرونت هتقول له طلع لي داتا وما بين قوسين قيمه الفرونت اللي هي المؤشر. اول ما تاخد القيمه خلاص كده المكان ده بقى فاضي، زود الفرونت بواحد عشان يشاور على البي، بس كده. انا عايز اقول معلومه ممكن تكون لخبطت بعضكم واحنا بنتكلم، لو رجعت ورا شويه كده كان في تقريبا رسمه كده للان كيو الكيو، اسف بصوا كده معايا هجيبها لكم دلوقتي. دي تقريبا يعني. بصوا معايا كده، لما احذف الاي مثلا ثانيه كده اهو، هل فعليا يا شباب، يعني هرجع ورا شويه اهو، هل فعليا لما اجي امبلمنت الكلام ده كل العناصر دي هتطلع قدام؟ فعليا اقدر اعمل ده لو انا عندي اري؟ انتوا طبعا عارفين الاري من زمان، لو انا عندي اري هل اقدر اعمل فيها الكلام ده، ان انا اجيب كل العناصر واشفتها لقدام خطوه، ولا ده ما بيحصلش؟ ما بيحصلش في الاري بالظبط كده، الله ينور. يعني انا بقول لك يعني المفروض ان عمليه اخراج عنصر من الفرونت بتاع الكيو يخلي بقيه العناصر تطلع قدام خطوه. انا بشرح لك الميكانيزم، ولكن عند التطبيق باستخدام الاري ده استحاله يحصل، مش هتقدر تعمل الكلام ده. يعني من الاخر كده، اللي بيتحرك في الكيو هما الفرونت والرير، انما العناصر مش بتتحرك.
بس دي الحته اللي انا عايز اقولها عشان ممكن تلخبطكم لما جينا نتكلم في الجزئيه دي. يعني لما جينا هنا كده كده ممكن تتلخبط تقولي لا ازاي ده كده غير اللي انت قلته لنا من شويه. لا هو الفعلي زي ما قلت كده، ان انت طول ما انت بتشتغل الفرونت والرير هما اللي بيتحركوا. تمام؟ تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام يا دكتور. طيب عايز اقول حاجه دلوقتي يا شباب. لو احنا مثلا عندنا الكيوب المنظر ده، ركزوا كده معايا. المنظر ده بيقول لي ايه؟ حد عنده قوه ملاحظه؟ طبعا الاماكن دي مليانه عشان بس ما حدش يتلخبط. حد كده لو انا مثلا جبت لك في الامتحان وقلت لك الصوره دي بتعبر عن ايه، فسر الصوره دي، تقول لي ايه؟ عندك فرونت وعندك رير. بالنسبه للرير ده مدلوله ايه؟ يعني لما تبص كده تلاقي الرير واقف عند اخر مكان في الريج. ده معنى ايه؟ ايه يا شباب؟ الرير واقف عند اخر مكان متاح جوه الاري. ده معناه ايه؟ ها لو انت جيت تعمل ان كيو، ها بتعمله من اي اتجاه؟ اتجاه الرير. جميل. طب دلوقتي الرير جاب اخره، يعني داتا في 99 دي معناها ان احنا طبعا احنا خدنا المثال ده ان الاري 100 في مكان، فهو الرير واقف عند المكان رقم 100. كويس. طيب هل هتقدر تعمل ان كيو في الكيو اللي بالشكل ده؟ ها يا شباب، يا شباب طب قولوا لي مش فاهمين. طيب اي حاجه قولوا اي حاجه. دلوقتي تاني انا عندي كان اعتبره كده ادي الكيو اهوت عشان تبقى يعني متخيله شويه، والرير واقف هنا عند اخر مكان اللي هو رقم 99 في الاري اللي هي حجمها 100، ده طبعا المكان زيرو. خلاص. والفرونت احنا اتفقنا طبعا ان الفرونت بيتحرك كده 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 كده. تمام. الفرونت واقف هنا، يبقى فينا عنصر وفينا عناصر لحد اخر واحد. سؤالي تاني، هل الكيو بهذا الشكل اقدر اضيف هنا؟ يعني الحته دي اقدر اضيف فيها؟ مفيش يا جماعه، الاري خلصت وانا بضيف من جهه الرير. فاهمين الكلام؟ طيب حد يقول لي طب ان هو ان الدنيا واصله ولا مش واصله او اي حاجه؟ واصلة تمام اكمل، مش واصلة اعيد تاني. تمام يا دكتور. طيب دي ملحوظة. يبقى الملحوظة الاولى هي ان الرير جاب اخره وانا كده مش هقدر اضيف تاني. طيب حد عنده ملحوظة او يقدر يقول لي هل الكيو مليان؟ فين الناس اللي عندها قوة ملاحظة؟ هل الكيو مليان؟ هل الأري بتاعت الكيو مليانة؟ أيوه. أيوه إزاي بقى؟ طيب يعني المكان ده مليان؟ المكان ده مليان؟ المكان ده مليان ولا فاضيين؟ لا مش مليان. طيب يبقى إذا ممكن نقول إيه بقى؟ ممكن نقول إن الكيو مش مليان ولكنه غير متاح. يعني ايه فزوره يعني؟ لا هو كأماكن في اماكن فاضيه بس الاماكن دي غير متاحه. اتفقنا؟ ليه غير متاحه؟ لان طريقه شغل الكيو، مش كل الكيو على فكره، هنتكلم دلوقتي عن انواع الكيو. بعض انواع الكيوز اللي احنا طبعا للتبسيط يعني هنشتغل بيها بتقول لك ان انت خلاص انت مقيد بان انت توصل لاخر مكان في الاري
خلاص كده انت ما تقدرش تضيف تاني. تمام؟ مع العلم ان ممكن يكون في اماكن فاضيه قبل الفرونت في الجهه ديت في الجزء ده كده اللي انا بشخبط فيه ده، ولكن هي غير متاحه ان انت تضيف فيه. طيب على ارض الواقع ايه الحل؟ قال لك في احد انواع الكيوز ممكن بيسموها سيركلر كيو. يعني ايه سيركلر كيو؟ يعني يعتبر كده ان الاري المستخدمه عباره عن دايره والدايره موصله لبعضها. فاهمين الكلام؟ فاهمين يعني ايه دايره موصله لبعضها؟ يعني بصوا كده ممكن يبقى الفرونت هنا والرير هنا، وانت عندك دايره مفتوحه على بعضها. بمعنى ايه؟ انت شايفين المكان رقم 99 ده؟ المكان 99 ده ليه اتصال مع الرقم 0. فلو انت ركزوا معايا، لو انت الرير واقف عند 99 ورقم 0 متاح، فالرير يروح عند 0. فاهمين الكلام؟ ولما يملى 0 يروح عند 1، ولما يملى 1 يروح عند 2 وهكذا. يعني الفرونت والرير الاثنين شغالين في دايره. تمام؟ في الحاله دي لو في مكان واحد بس فاضي جوه الكيو هتقدر تعمل عمليه ان كيو في هذا المكان. انما أنا رجعت نعم النت، بس انا رجعت النت بس فصل عندي ورجعت. ماشي يا مصطفى. يبقى الكيو العادي اللي احنا هنشتغل عليه بيقول لك ان طول ما انت، ركزوا بقى ارجوكم كده، انا همسح الكلام اللي هو، طول ما انت بتعمل ان كيو الكلام ده بيكون من جهه الرير فقط. يعني لو في مكان هنا هزود الرير وابدا اضيف. طيب الاماكن خلصت من هنا خلاص ستوب، مش تقدر تضيف تاني. طب بالنسبه لعمليه الدي كيو اللي عمليه حذف العناصر بتكون من جهه الفرونت. يعني مثلا لو انا عايز اخرج في الوضع اللي احنا واقفين فيه ده، عايز اخرج عنصر من الكيو، مين العنصر اللي هيخرج؟ الدي. طب لما يخرج الفرونت هيروح فين؟ هيطلع خطوه قدام عشان يشاور على الاي. طب لو طلعت الاي الفرونت هيطلع خطوه قدام عشان يشاور على اللي قبله ويبقى اخد الاي وهكذا. طب الاماكن اللي اسفل الفرونت دي هل متاح الرير يجي يشاور عليها ويضيف فيها؟ الاجابه لا. انا طبعا بتكلم طبعا عن الكيو العادي السيمبل اللي هو بيشتغل في اتجاه واحد. انما في نوع تاني سيركولر، ده بيسمح ان استخدام الاري كانها سيركولر، كانها دايره مغلقه. تمام؟ يبقى لحل هذه المشكله اللي احنا بنتكلم عنها دي ممكن تستخدم السيركولر كيو. تمام؟ اهو زي ارجع تاني اهو، ركزوا كده، ركزوا هنا كده، الرير واقف عند 99، لو انا شغال سيركولر كيو هلاقي بص الرير يروح فين؟ يرجع عند 0 وابدا اضيف عادي جدا فيه. تمام يا حضرات؟ يبقى طبعا احنا للتبسيط مش هنعمل ده عشان يبقى مكلكع شويه، ولكن في انواع من الكيو اسمها سيركولر بتشتغل بهذه الطريقه، ان لو كان في اماكن فاضيه بيرجع يجيب من الاول تاني ويكمل عادي جدا. طبعا عمليه التست بقى، هل هو فاضي هل هو مليان، الكلام ده كله لو احنا اشتغلنا على السيركولر ده هتبقى مختلفه شويه عن الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. طبعا عندنا التو بروبلمز اللي احنا اتفقنا عليهم، هم وجود او يعني وجود الكيو في حاجه من اتنين، اما فل او امتي. تمام؟ وطبعا كل واحده منهم بتكون مشكله في احتمال معين. يعني لو انا مثلا عايز اعمل ان كيو يعني اضافه، فهكون بختبر ايه؟ بختبر هل هو مليان ولا لا. طب لو بعمل عمليه دي كيو يعني عمليه اخراج عنصر او ريموف عنصر، طبعا هتاكد هو امتي ولا لا، عشان لو كان امتي مش هقدر اعمل دي كيو. طيب تعالى كده نشوف اول مشكله بنختبرها ازاي، هل هو طبعا امتي ولا لا. مبدئيا كده يا شباب، الكيو بيكون امتي لما يكون الرير والفرونت بيساووا بعض. امتى ديت يا جماعه؟ في البدايه خالص، اول ما بتبدا تشغل الكيو، تمام، بيكون ادي الفرونت وادي الرير واقفين عند الصفر. تمام؟
طيب دي الحالة الأولى اللي الاتنين بيكونوا بيساووا بعض فيها. طب إيه الحالة التانية اللي بيكونوا بيساووا بعض فيها؟ إن أنت تنتك تضيف وتحذف، تضيف وتحذف، تنتك تحذف 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 لحد ما وصلت لآخر مكان. آخر مكان ده هيكون الرير والفرونت برضو واقفين في نفس المكان، يعني بيساووا بعض. يعني هو اختصر لك الموضوع وبيقول لك لو لقيت الفرونت والرير الاتنين قيمتهم متساويين، ده معناه ان الكيو بتاعك فاضي. تمام؟ سواء بقى فاضي من الاول خالص، يعني هو فاضي ما حدش ضاف فيه اي حاجة فالاتنين هيكونوا بيساووا صفار، او اتملى وبعد كده فرغته فالاتنين هيكونوا بيساووا السايز ناقص واحد. يعني مثلا لو الحجم 100، تمام؟ بيبقى لو انت مليته على اخره وبعد كده فضيته على اخره، بيكون الفرونت والرير الاثنين واقفين عند نفس المكان. او مليت 10 عناصر وفضيت ال10 عناصر، برضو الاثنين الفرونت والرير هيكونوا واقفين عند نفس المكان. يبقى اي توقيت نعم اولا لما بفضي الرير بترجع، يعني بتبقى مشاوره على نفس المكان برضو اللي واقف فيه الفرونت لما بكون بفضيه خالص. هو طول ما انت ما بتفضي، طول ما الفرونت بيتحرك في اتجاه الرير، اول ما يستقر الفرونت مع الرير على نفس المكان، اعلم ان انت كده الستاك او اسف الكيو بقى فاضي. تمام؟ تمام. طيب خلي بالك بقى، يعني يا ريت نبقى فاهمين عشان اللي فاهم هيريح ويستريح. بالنسبه لموضوع الفل، ممكن يكون لو احنا شغالين بالطريقة البسيطة، ممكن يكون عدد العناصر اللي جوه الكيو لا يساوي الان، ولكن الكيو هيكون فل. يعني خلي بالك مصطلح الفل ممكن يتغير على حسب انت هتعمل ايه. يعني لو احنا نشتغل بالطريقة البسيطة، ممكن نقول ايه بقى؟ امتى يكون فل؟ لو بالطريقة العادية، هل لو أنا قلت لك مثلا أنا عندي الأري بتاعتي 100 مكان، هل معنى الكلام ده إن لازم يكون في 100 عنصر جوه الكيو عشان يكون مليان؟ الإجابة قطعا لا. تمام؟ ليه قطعا لا؟ زي ما قلت لكم كده في الشكل اللي فات، إن أنا لو رجعنا كده شوية ورا، هنا مثلا الكيو ده مش كل الاماكن مليانه، ولكنه غير متاح، يعني ما اقدرش اضيف فيه. فيعني لو احنا قصدنا بموضوع فل ده اللي هو عدد العناصر، فلو هو ممكن نقول ان لو عدد العناصر ان، يبقى كده خلاص مليان. ولكن طبعا مش هنقدر نقول ان هو عدد العناصر ان بس، تمام؟ لان ممكن يكون في حالات اخرى هو مش مليان ولكنه غير متاح. تمام؟ هنشوف الكلام ده يوضح اكتر لما نيجي ناخد الفانكشن نفسها. طبعا زي ما قلنا كده، احنا في انواع مختلفه للكيو. طب معلش يا شباب، ممكن ننتظر بس دقيقه اعمل اذاني خلص. ننتظر بس دقيقه اعمل اذاني خلص.
طيب نكمل يا شباب. طبعا احنا بنتكلم هنا عن انواع الكيو. في عندنا نوع سيمبل طبعا اللي احنا بنتكلم وهنكمل شرحنا عليه، والنوع الثاني اسمه دي كيو، ده طبعا عباره عن دبل اندد كيو. بيقول لك طبعا ممكن تقدر تضيف او تدلت فروم اذر اندس، يعني ممكن تضيف اي من اي اتجاه زي ما احنا قلنا كده، اللي هو يعتبر كانه شغال سيركلر، يعني ممكن عمليه الاضافه والحذف بتتم من اتجاهين. وطبعا اخر كيو اللي هو البريوريتي كيو، ده مهم جدا، وهو زي ما بنقول كده ده شغال في الاوبريتنج سيستم يا شباب، ان احنا لما يكون في كذا عمليه عايزين يحصل لهم بروسيسنج، تمام؟ يا ترى مين العمليات اللي بيتم عمل بروسيسنج ليها اول الاولا في اول؟ طبعا في اسبقيه الحضور او اسبقيه التواجد، لكن في الاوبريتنج سيستم في بعض البروسيسز بيكون لها اولويه، اللي هي مفهوم الايه البريوريتي. زي ما يكون مثلا انت في بنك والناس المفروض العملاء واقفين طابور، ولكن جه عميل مهم مثلا، فالعميل المهم ده بيكون ليه بريوريتي اعلى من الناس التانيين، فبيبدا يخش هو في الاول. فدي انواع الكيوز، طبعا احنا هنشتغل في السيمبل. يلا بينا كده نبدا، ناخد بس كده ايه في حدود 10 دقايق او اقل، وناخد اجازه، ناخد اسف بريك، نصلي العشاء. فطبعا انت بتحدد حجم معين للاري وتكريت اري بالحجم ده، وعندك هنا ثلاث حاجات، هو مستخدم الفرونت والرير وحاجه اسمها كاونتر. هقول لكم الكاونتر ده لازمته ايه. هو لازمه الكاونتر بيعد العناصر اللي موجوده جوه الكيو. خلي بالك الكاونتر ده وظيفته ايه، يعد العناصر اللي موجوده داخل الكيو. ركز في الحته دي. يبقى انا عندي فرونت رير كاونتر الثلاثه بصفار. طيب ايه الاوبريشنز؟ زي ما انتم عارفين فول وامتي وان كيو ودي كيو وبيك وديسبلاي، تقريبا نفس الكلام اللي قلناه في الستاك مع اختلاف طبعا الميكانيزمز. طبعا قلنا البوليان طبعا از امتي، دي عباره عن فانكشن بوليان. يعني ايه بوليان؟ يعني بترجع ترو اور فولس، اهو الريترن تايب بتاعها بول، يعني بترجع يا ترو يا فولس. ركز بقى معايا كده، امتى نقول على الكيو امتي؟ لو كان الفرونت بيساوي الرير والكاونتر بيساوي زيرو. يبقى امتى يكون الكيو فاضي؟ لو الفرونت والرير بيساوي بعض بس. لا ما اقدرش اقول لك كده، تمام؟ لازم يكونوا بيساوي بعض وفي نفس الوقت الكاونتر بيقول لي زيرو، تمام؟ طيب طبعا اسفل اسفل بقى، تعالى كده نشوف عشان الكونديشن بتاعها مركب شويه. بيقول لك اول حاجه لو الرير بيساوي الكيو سايز، طبعا هي دي المفروض تكون الكيو سايز ناقص. ماشي تمام. انتوا عارفين هو هنا قال الرير بيساوي كيو سايز، ما قالش الكيو سايز ناقص واحد ليه؟ حد عنده تفسير؟ انا واقف اهوت، ادي الرير واقف هنا. لو الرير هنا واقف عند 99، ده معناه ان الرير بيشاور على اخر مكان ممكن احط فيه عنصر جديد. طيب امتى الرير يساوي 100؟ مش انا يا شباب لما باجي اعمل دي كيو، يعني بخرج اسف مش دي كيو، لما باجي اعمل ان كيو يعني اضيف عنصر جديد، بعمل ايه؟ مش بزود الرير الاول وبعد كده اضيف؟ يبقى لو في حد زود الرير اللي هو ب 99 هيبقى بكام؟ هيبقى 100، تمام؟ اذا لما يوصل ل 100 ده معناه ان الاستاك مليان. طيب نكمل، و اند العمليه ديت يعني اند الفرونت بيساوي زيرو. يعني ايه الفرونت بيساوي زيرو؟ يعني الفرونت واقف هنا. طيب ايه كمان؟ قال لك الكاونتر بيساوي الكيو سايز، اللي هو عدد العناصر بيساوي الكيو سايز. طبعا المفروض تمام يكون كيو سايز فعلا. طبعا الثلاثه كونديشنز دولت لو اتحققوا مليون في الميه هيبقى فل. بس انا عايز اقول لكم حاجه، التست او الاختبار بتاع اس فول ده لو احنا شغالين بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، هل كده يبقى مظبوط ولا مش مظبوط؟ الطريقه اللي احنا قلنا عليها ايه؟ اللي هو ممكن يكون عندي الرير واقف هنا عند اخر مكان،
والفرونت واقف في مكان في النص هنا كده، وفي اماكن كده هنا ايه فاضي. هل الامتي اسف الفول دي بتختبر ده كده؟ الاجابه لا. الامتي اسف او الفول هنا بيقول لك ان كل العناصر او كل الاماكن جوه الكيو مليان بالشروط الثلاثه دول، يبقى كله مليان. واضح الكلام؟ يبقى تعقيب صغير، اس فول فانكشن اللي قدامنا دي امتى تكون صح 100%؟ لو انا شغال على الكيو اللي بيضيف من الجهتين، او اللي هو السيركولر اللي بيستخدم، اللي انا اتكلمنا عليه السيركولر، ان المنطقه او المكان الاخير بيتقابل مع المكان اللي في الاول. يعني لو انا واقف عند 99 وحبيت اضيف عنصر جديد وفي والمكان رقم 0 فاضي، هزود او هخلي الريد يوصل عند 0 ويبدا يضيف من هنا. يبقى الثلاثه كونديشنز دول اندد مع بعض. يبقى اذا ان الرير عند الكيو سايز والفرونت عند الزيرو والكاونتر بيساوي الكيو سايز، يبقى ده بيعبر عن الاس فول الحقيقيه، مش اس فول اللي موجوده في الكيو اللي اللي لما بيوصل عند 99 مثلا ما بيضيفش بعد كده. واضح الكلام؟ اتفضل. لو شلنا شرط الفرونت ايكوال زيرو، خلينا الرير والكاونتر، تمشي ولا ممكن يطلع ايرور هنا؟ هو مش هيطلع ايرور، خلي بالك. انا عايز اقول لكم مش ايرور، يعني اقصد يعني هيبقى هيشتغل غلط بالظبط، مش هتبقى صح. طيب. يعني برضو لسه في حاجه كمان، بص معايا كده، ده كمان يعني يا شباب المفروض نشيل ده ونشيل ده لو عايزين نشتغل بالكيو العادي السيمبل اللي ما بيضيفش في اللي مش سيركولار. يعني المفروض الاثنين دول يتشال. ليه؟ لان من الطبيعي ان الفرونت ما يكونش عندي زيرو، ومن الطبيعي ان عدد العناصر ما يكونش بيساوي الكيو سايز ويكون فول برضو. يعني زي ما قلت لك كده، مثلا لو الفرونت واقف عند المكان 50، ده الفرونت، والرير واقف عند 99، ده على اعتبار ان الري 100 يعني. تمام. الحاله دي لو انا شغالين في الكيو البسيط بتاعنا المفروض يبقى فل. ليه فل؟ لان طالما الرير واقف عند 99 يبقى مش هقدر اضيف تاني. فاهمين الكلام؟ انما لو شغال بقى بالسيركولار كيو اللي هو ممكن لو هو واقف عند 99 وعايز يضيف رو عند الزيرو ويبدا يضيف من الجهه الثانيه، يبقى الثلاثه كونديشنز دول صح. يعني من وجهه نظري شيل الكونديشنز الاثنين دول، يشتغل مع السيمبل كيو بتاعنا بس. دكتور اتفضل. هو مش مفروض عادي يضيف لما يوصل لو في اماكن فاضيه، ولا احنا مش هنشتغل عليه؟ لا، احنا هنشتغل على البسيط اللي هو لما الرير بيوصل لاخر مكان في الاري ما بيقدرش يضيف تاني. تمام. طيب خلينا ناخد فانكشن الان كيو وناخد بريك نصلي فيه سريعا كده. الان كيو كفانكشن ما بتاخدش انبوت، اسف ما بترجعش اوتبوت، وبتاخد الانبوت ارجيومنت اكس. طبعا الاكس ده هو العنصر اللي انا عايز اضيفه جوه الكيو. طيب ممتاز. وبعدين قال لك طبعا انا هبدا اقول لك ايه، طبعا الرساله دي ما لهاش اي لازمه غير توضيح، يعني سي اوت تراينج تو ان كيو اكس، يعني بيقول لك اول حاجه كده انا بحاول هحاول اضيف عنصر اسمه اكس. ليه بتحاول؟ قال لك اصل ممكن محاولتي دي تبوء بالفشل. امتى تبوء بالفشل؟ لو كان الستاك اسف لو كان الان كيو لو كان الكيو مليان، مش هقدر اضيف عنصر جواه. طيب تعالى كده نشوف العمليه دي هتحصل ازاي. طبعا هو بيقول لك اف از فول، يعني لو هو مليان هعمل ايه؟ هقول له كيو از فول. خلاص. يبقى اول حاجه لو كان اول احتمال اقابله لو كان الكيو مليان، هقول له الكيو مليان مش هتقدر تضيف فيه. طيب الاحتمال الثاني الس اف، ركز بقى معايا. طبعا انا وضحنا الفرق ما بين مليان ومتاح. تمام. طيب الجزئيه اللي في الاول دي بتقول ايه؟ بتقول لك لو كان مليان، مليان فعليا حرفيا، يعني هو في 100 قيمه موجوده، ده از فول. طيب الاحتمال الثاني بقى، ركز معايا بقى، اللي هو يكون مش مليان بس مش متاح. طيب الاحتمال ده اعرفه منين؟ قال لك لو الرير بيساوي الكيو سايز، يعني الرير واقف عند اخر مكان، وايه كمان؟ والكاونتر اقل من او يساوي السايز. طبعا في غلطه مطبعيه،
هنا المفروض يكون اقل من بس. تمام، دي غلطة يا شباب. ماشي، مش عارف هو مش قابل للتعديل ولا ايه. طيب خلينا نبقى نعدلها بعدين. معايا يا شباب ولا مش معايا؟ دكتور يعني هنا الاس 4 اللي احنا اشتغلنا عليها ان هي الرير ايكوال للكيو سايز، تمام. وبعد كده هنعمل شرط تاني اس اف عشان نشوف لو هو كمان مش متاح. بص تاني، الاس 4 اللي احنا قلنا عليها ديت دي بتختبر ان هو مليان 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 حرفيا، يعني من اول مكان لاخر مكان كلهم مليانين. تمام، طيب دي طبعا ايمن هكمل لك اهو. الاحتمال الثاني اللي هو يكون ايه بقى، هو مش 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 ما فيهوش 100 عنصر ولكن غير متاح. طب دي اعرفها ازاي؟ قال لك لو كان الرير واقف في الاخر والكاونتر القيمه بتاعته، معلش قلنا اللي يساوي دي مش موجوده، دي خطا، ان الكاونتر العداد اللي بيعد العناصر الموجوده اقل من الكيو سايز. يعني مثلا لو فيه 90 عنصر والرير واقف عند اخر مكان، ده معناه ايه؟ معناه ان هو نوت فول لان في 10 اماكن فاضيه، بس there is an overflow. يعني overflow يعني انا مش هقدر اضيف، هو حرفيا مش مليان ولكن غير متاح لان الرير واقف عند اخر مكان متاح بس كده. يبقى الحالتين دول مش هقدر اضيف فيهم، بس حاله مش هقدر اضيف لانه مليان في حرفيا ما فيش مكان فاضي، والحاله الثانيه ان هو مش متاح، هو مش مليان بس مش متاح، دي طبعا حالة موجودة. طيب الاحتمال الثالث بقى والأخير إن هو يكون متاح في أماكن متاحة أضيف فيه. زي ما قلت لكم، بما إن ركزوا بقى أرجوكم في الحتة دي، بما إن الرير بادئ من صفر، يبقى بدل ما هانكريمنت الرير الأول لا هحط العنصر الاول. يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله، يعني المفروض يركز بقى معايا ان الرير بيشاور على ايه بقى؟ هل بيشاور على اخر مكان مليان؟ لا، بيشاور على اول مكان متاح. عشان كده ما تستغربش بقى وتقول لي الرير بيساوي الكيو سايز ازاي. المفروض الرير يكون بيساوي كيو سايز ناقص واحد، لان الكيو سايز 100 ده معناه ان يعني المكان 100 مش موجود اصلا. هقول لك عشان يتوضح بقى كل الكلام ده، ان العمليه اللي بتتم الاول هي عمليه الاضافه، لان الرير بيشاور على المكان اللي فوق اخر مكان مليان. دي طبعا قلناها لما كنا بنتكلم عن الستاك. يبقى ايه اللي خلاه هنا يقول elements of rear بتساوي اكس الاول؟ لان زي ما قلت لك كده الرير بادئ بصفر مش بسالب واحد، وبالتالي الرير بيشاور الاول على، يعني هو اول حالته بدون اي اضافه بيكون بيشاور على مكان متاح، فانا هضيف فيه وبعد كده ازوده. عشان انا بزوده بعد ما بضيف عشان يشاور على المكان المتاح لعمليه الاضافه القادمه. اذا هنا في الحاله دي الاضافه اولا ثم الانكريمنت ثانيا. ولو انت بادئ الرير بسالب واحد كنت هتعكس عادي خالص، وطبعا لو كنت هتعمل كده كنت هتقول الكيو سايز ناقص واحد بقى. تمام، يبقى خلي بالك، يبقى خليك فاهم في الستاك وفي الكيو، لو بدات بصفر في عمليه الاضافه هتضيف الاول وبعد كده تعمل انكريمنت، لو بدات بسالب واحد يبقى هتانكريمنت الاول وبعد كده تضيف. بس فاحنا عملنا في الستاك بطريقه ان احنا بدانا بالسالب واحد، فكنا بنزود الاول وبعد كده نضيف، وجينا في الكيو عملنا بدانا الريل بصفر فعملنا اضافه الاول وبعد كده زودنا الريل. وكل ركز بقى، كل ما نعمل ان كيو وتتم بسلام نزود الكاونتر ده بواحد، وطلع لك رساله في الاخر قال لك ضن. يعني معنى ذلك اول ما توصل لكلمه ضن دي اعلم ان انت ضفت العنصر تمام وبقى موجود في الكيو. هنقف هنا ناخد بريك 10 دقايق، تمام، نصلي العشاء ونرجع ان شاء الله 9:30 نكمل، هنعيد تاني الجزئيه دي. معايا يا شباب؟ خلاص تمام دكتور.